ورجعنا لحضراتكم تاني، معانا الكابتن احمد الخضري والكابتن خالد الغندور. كان اخر حاجه وقفنا عندها موضوع رحيل اللجنه الماليه، وكنت بيقال ان هو انتصار يعني، فانا كنت بسالك ليه انتصار؟ هقول لحضرتك حاجه، هو لو اللجنه الماليه كان في اي مخالفات حاصله جوه نادي الزمالك، حتى لو مشيت مش كانت سابت تقرير معين، ما القضاء يحكم براحته، بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه بعد سنتين يحكم، واخد بال حضرتك؟ لكن لجنه ماليه على الاقل كانت اخطرت وزير شهاب الرضا ان في مخالفه في الحته الفلانيه، يعني يعملوا لجنه، يا يعني اما تبقى لجنه مؤقته من نادي الزمالك تدير نادي الزمالك، لكن لو في اي مخالفه يا كابتن خالد، يعني ما كانش مجلس اداره نادي الزمالك هو اللي مسك زمام الامور زي الاول. طبعا ده وجهه نظري في الانتصار. انا عايز اضيف حاجه بس، انا ليه بقول انتصار؟ هي جت فتره ان هو كابتن خالد استاذ احمد ان هو بقى مجلس موازي، الناس حتى جوه النادي هو مين اللي بيحكم؟ هي لجنه اسماعيل الفار والمجلس الاستاذ مرتضى منصور، مين اللي في ايده الفلوس؟ ودايما اللي في ايده الفلوس بقى ايه؟ يحسس الناس لا ده انا اللي بصرف، ده انا اللي بعاقب، ده انا اللي هديكوا، ده انا اللي هصرف، هاجل الصرف. العمليه بقى اختلطت، ده بقى حاجه مش موجوده في اي نادي في مصر. فكانت وصلنا لدرجه ان عقد طارق حامد بيطلع كله الاعلام عقد طارق، يعني اي حاجه يديك مديك مثلا ايه، طب مكافاه للعيبه تطلع، الاداري ياخد سلفه من الف يصوروا اللعيبه، يعني عايزين اللعيبه تقف طابور وبالبطايق ان هم ياخدوا المستحقات او الكلام ده. كان في حاجات بتحصل، لا وصلت لدرجه الاهانه. صفقه عبد الله السعيد، ما على فكره مين اللي بوظها؟ ما هي دي طبعا، ما لا حكايه ان ال 40 مليون لازم تكشف عنهم او الكلام ده، لا انا بقول اصلا ان وجود لجنه دي اهانه لنادي الزمالك، بغض النظر عن الاسماء او المجلس او الكلام ده، احنا ما شفناهاش. هل ممكن في يوم من الايام انت هتلاقي لجنه زي دي في النادي الاهلي؟ اتحدى. بص انا 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 مع من الاول ان لو في حاجه بيبقى موجود النيابه العامه او نيابه الاموال العامه بتروح وتشوف اللي فات تمام، وتخلي مجلس الاداره الجديد ده هو اللي يدير. انا ضد وجود لجنه، انا كخالد الغندور ضد وجود لجنه، انا عملت مشاكل كتيره جدا، مشاكل كتيره جدا جدا داخل الزمالك. لكن فكره رحيلها هو لم ترحل بحكم محكمه، يعني هي رحلت بقرار من الوزير مزير. والوزير بتاخد، هي حطت يعني اسم الوزير المحامي العام، النيابه اللي قالت للوزير قالت الوزير خلاص اللجنه لغايه كده خلاص ليه؟ الحين تحقق، ما هي القرار طلع ايه؟ ما كلام الكابتن خالد بيقول لك الحته دي مهمه. ليه؟ القرار بتاع النيابه، معلش عشان دي اتكلمنا فيه كتير قوي النهارده، لحين انتهاء التحقيقات. بالظبط. فمعنى ان المحامي العام او النيابه تقول للوزير الغي، يبقى خلاص ما التحقيقات انتهت. تاني التحقيقات انتهت بس لسه خلاص بيدرسوا بقى اللي هي، انت لو في حاجه تانية هيفضل تمام. انا قصدي الانتصار الاخير، انا بقول لك انا انتصار الحقيقي بقى، انا لو في ورقه، انا معلش انا بقطعك كتير، لو في ورقه ده كانوا بيطلعوا اي حاجه السلفه البتاع تطلع تلاقيها تلف المواقع. لو في حاجه بص يا استاذ احمد، كلنا يعني بننتمي لنادي الزمالك طبعا، ويهمنا نادي الزمالك. بس انا محايد، انا قصدي في النهايه ايه، ان القرار الاخير هو قرار نيابه الاموال العامه، احنا ده اللي منتظرينه، ان يطلع قرار بان خلاص كل شيء تمام. كان في بعض المخالفات البسيطه زيها زي اي نادي في مصر، والموضوع انتهى وخلاص وما فيش اي مشكله. هو ده اللي انا منتظره الفتره الجايه. الموضوع انتهى، خلاص خلاص انت مش النيابه لازم تطلع. ايوه طبعا، ما لا ما هو خلاص بتبان ان ان انت الحين انتهى التحقيقات، ان القصه خلصانه ان شاء الله. نتمنى ده، لو في حاجه كانت اللجنه مشت. ما انا بقول لك نتمنى ده ان شاء الله، نتمنى ده ان يكون الموضوع انتهى. بس انا عارف ان في لجنه دلوقتي موجوده في النادي، هي لجنه العضويات. لا وعلى فكره العضويات النهارده خلاص الاستثنائيات رجعت خلاص اوكي عادي، خربش اي حاجه النهارده خالص. خلاص كل خلاص في لجنه، بتشوف العضويات المستثناه دي. ما خلاص الملف خلاص بيخلص يعني خلاص. ان شاء الله باذن الله، ربنا يسهل ان شاء الله. ما فيش اي حاجه، ما فيش اي لجان في لا 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 ما فيش. لا انا كده انا بقول لك خلاص القصه. بص يا كابتن خالد، هو القرار واضح ان يوم السبت خلاص عمل اللجان دي، عمل اللجان ده.